بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتاب في جواهر البخاري ونكج الناولي وحين نغسل دلبيسي حديث كي ريالي نبي وقو ريالي عجائب تبرنا وحين نغسل دلبيسي لبذي من إيا نبي وإنت إصارا عين من قور قور أجيفا من كلمة بركواني قول لكور تاغين هاي دنا عام بوجي حيا هدنا دنا عا دنا عام بوجي حيا هدنا دنا عا رسول كون أجري سبحان الله ما هذاني قال وحجري قال لي انطلق انطلق أدير صعبي إليهن فانطلقنا وانتقني فأتينا وحان أنمت على مثل التنور وحجك موفمود وحد تنور كم يشن وفضل لقد جيء وكلا فأحصل وحان أم لينا يا أنه كان إنو أها يقول مديري فإذا فيه لغط لغط أيا كسو بحهي لغط أيا مركا كجري وجلبة إيا الضج إيا بوق إيا وأصوات عط فقال وحير فاطلعنا وانطلعنا وقران سني فيه جكم فيه فإذا فيه رجال رك أي كجري ونساء هوين عرات قاقاون وإذا هم وأيه يأتيهم أغا إمانا يلهب هلع من أسفل منهم هستول فإذا هم هدي أتاهم أغيما ذلك ذلك اللهب هلع ضو 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 معناها صاحو ويقيلنا يا قال وعير قلت لهما وحنك إرما هؤلاء كوى النوام حي قال وعير قال لي وحي إبنهن انطلق انطلق صعق صعق قال وحي النبي فانطلقنا وانصعنا وانتقني فأتينا وحنمتها بنا على نهر ولي حسبت أن أم لي أنه كان يقول إنه أها مديري أحمر ولو جذوذا ديك أوكل المودا مثل الدم سري ديك أوكل وإذا في النهر وبيك دحديس رجل نبا كجرو صابح دبالنا هيا يصبح وصوت دبالنا يا وإذا على شطر النهر وبيك جينكي سنة رجل نبا جوغو قد جمع كؤرو صدي عنده أكتس حجارة بكحان كثيرة إفربضا وإلى ذلك الصابح كذب لنا يصبح وصدب لنا يا ما يصبح أنت صدب عشو ثم يأتي وحو إمان يا ذلك الذي كا قد جمع عنده الحجارة بقحانت أكتي سكو أرسيه مركو أي ماذا فيفغر له وحو أفريا فاهو أفكيس فيل فيل غمه حجرا بيحبو قلنا يا كنا مركو أفكسا أفر بلح كتوريا فينطلق ونقنيا وآذيا يصبح أصغى ضبالنايا ثم يرجع إليه وأصغى نقنيا كلما رجع إليه مركز تحجيس أصغى لابطو فغرى وفريا له فهو أفكيسا فألقمه مكا أفك أي حجر أجلنيا قال وحيري قلت وحان إري لهما ما هذان لبضان محيهين قال وحيري قال لي وحي إلهين انطلق انطلق صع صع قال فانطلقنا وانتقني حدنا فأتينا وحان نمد على رجل من كركي كريهة المرأة كريهة المرأة دي مدي سؤي حنتهي من أركتبي سؤي حنتهي أول لدي كريم كأكرهما أنت الرائن انت أذو أركتي كان أغحن أويهي لو كراس رجلا من مرآت حق أركتنا وإذا عنده أكتي سنار دبا هذه منك أن لدي كرين يحشها أوهر صنايو ويسعى مركاس كعرريا حولها دبكي أكتيسا قال وحير فقل قلت لهما لبدي من وحان كئري ما هذا منك النوام حي قال وحير قال لي وحي إبهن انطلق انطلق صعو صعو فانطلقنا وارتكني فأتينا على روضة بربا ممت بيرتا صو معتمة معتمة بير أيام ممت أو
معتمد معتمد أه معتمد وحلو لجيلة أما ليرى هذا النبات كذا ودابير يهي جيدة في عنه أكبر واقعي نمعبضا أيان نمت فيها بيرت بحذيذ من كل نور باكيالة الربيع نور والبؤ الربيع يبوء مركا بحا أي مركا كيالة وزهر يأبح ربيعة وإذا بين ظهر روضة بيرت بحذيذ أما طور دبر كيغانا رجل نمباتاقا طويل أو بير لا أكاد أن سيجي أرى رأسه من المدحي سأركو طولا طولا قيران درتي في السماء حق إرك أبيري هاي أبو أبيري هاي حق كوري وإذا حول الرجل منك جارك سنة منك بيراء أن أكي هريره سنة وحاء هذي وإذا حول الرجل من أكثر ولدان المآت أبضان وبدن كوذو رأيتهم أن أركي قدم هدكه قال وحير قلت وحانك إلى لهما اللوابين ما هذا من كان وامحي ما هؤلاء المها نوامحي قال قال لي وحي إبهن انطلق انطلقنا واتمرت قال فانطلقنا وانتقنا وانصعني فانتهينا وحان سوقارني إلى روضة عظيمة بيروين لم أر آنا أركن روضة بير قط الولي أعظم منها كوين ولا أحسن كان فيها قال وحير قال لي وحي إبهن أرقي كر فيها بيرتا يجيت كامبا جيت كان قربي إبهن قال وحير أرقي فيها قال وحير فانتهينا وحام سوقا نمني إلى مدينة مقالو مبنية لغبسي بلبن جاجور أما بلوكيت ذهب يو لبن فضة لبن فضة مركا كسميسا فأتينا وحام نمتعون تقني باب المدينة ويا الذي الباب كيرا فاستفتحنا وانفرتا ويدي سني ففتح لنا وملك فري فدخلنا وانقلني فتلقانا فيها وحانا نغلق المي رجال رك شبر من خلقهم أبورك وذقيبك متعة كأحسن ما أنت الرائم إن طاب أذيك أركتي وحونا سنعة وشبر قيبتك لنا كأقبح ما أنت الرائم قال وحير قال لهم قال وحي كبهن لهم ضدكي إنعم كحما إنعم كفعنا والرد نوحي كبهن اذهبوا بحا أو فقعوا كبع في ذلك النهر وبقاء قال وحير وإذا نهر ووبي معترض ضبا يجري برير هيا كأن ماءه به سأدنود المحض عنه البياض أطعت عدان تدرت أطعان مود فذهبوا ويبحين فوقعوا فيه ويكدعين ثم رجعوا ويصوم مقضين إلينا حقينا قد ذهب وحاكته ذلك السوء حمانتي عنهم حقودا فصاروا وحي مقضين في أحسن الصورة صورة تقرح بضن قال وحودا نبي قال لي وحي إيبهين هذه مدى الأد كجرته وجنة عدن جمذي نقاب ذاهي وهذاك كان منزلك قرقاقي واي قال النبي وحودا فسمى بصري أرقيقا كرق قاضي سعدا حق كوري فإذا قصر بان أركي قصري إيا قولت أيان أركي فإذا قصر أو مثل الربابة سيدة ضررت أو كلمركاء سيدة ضررت أو كلمركاء البيضاء عب قال وحو يري قال لي وحي إبهن هذاك كا منزلك برقاقي واي قال الرسول وحو باي قلت لهما لبدن من وحانك إري بارك الله فيكما الله إذن بركيه ذراني إسككي دايو إغتغى فأدخله أنقلي برقيه قال وحي إبهن أما الآن هذا فلا ميا وأنت أدق لكن داخله كي قلها ياتهي قال الرسول وحو باي قلت لهما وحانك باي لبدن فإني أنا قد رأيت وان أركي منذ الليل عاوبا عجبا وحل لي أبي فما هذا الذي كي محوءها رأيت أن أركي قال الرسول وحو باي قال لي وحي إبهن أما أنا أما إنا سنخبرك ونكوشي جدنا هدا نكوشي جينا ذي إبهن أما الرجل منك الذي كاسو أتيت أطوتك تي عليه كركيسة يثلق أسدو لبربريناي رأسه مدحيسة مدحيسة بالحجر لغو بربريناي لغح فإنه الرجل وان
يأخذ القرآن قرآنك قاطي معنى قرآنك وبرطي فيرفضه مركز كتب قرآنك وينام يكهردي عن الصلاة المكتوبة صلاة واجبك أهي وأما الرجل منك الذي كاسو أتيت أعطتك عليه كركيسة تشرشر أصوى الذي جيح يشبه دانكيس إلى قفاء ومن خروص قرارك إلى قفاء وعينه إلى قفاء فإنه الرجل وامن يغدو كالله من بيته قريسو كالله كبنتا فيكذي مركاس بشيغا الكذبة بين بين بوكو هرليا تبلغ حيقارس بنتيس الآفاق جهوينك وأما الرجال والنساء ويشي قبله العرات قاقاونا الذين كوا صوفي مثل بناء التنور جكا مفاها اسمه صوت لكجري فإنهم أيوا الزنات والزواني وليش الزنادي قبله زاني يالكا وأما الرجل منك الذي أتيت قطك تي عليه كركيسا يصبح أصوى كد بالما في النهر وريقا ويلقى من الحجر طيح أفك الوجه لناي فإنه آكل الرغى رغى عنها واي وأما الرجل الكريهة المرات منك ضي مضح ما الذي كاسو عند النار دبك أكتي سأها ويحشها هرسناي ويسعى عرارا يحولها دبك جارب كيسا فإنه مالك ومالك مالك أهو خازن جهنم جهنم كيد هيه بيئها وأما الرجل منك الطويل بيرا الذي كاسو في الروضة بيرها بيرت بحلي رجولي فإنه إبراهيم بوأها صلى الله عليه وسلم وأما الولدان أررتي الذين كوا سحيله جارب كيسا جولي وفكل مولود كوكستولا بلي مات بنتي على الفدرة دينته قال سمر وحو فقال بعض المسلمين مسلمين تي قيب كمدا نبي سؤال ويديه وحي بهين يا رسول الله رسولك الله وأولاد المشركين مشركين تعرفتوا لنا مكجران فقال الرسول كوحر وأولاد المشركين مواكجران وعما القوم قومك الذين كانوا أها شطر منهم برك مئة حسنا مقرح وشطر منهم قبيحا برن قبيح أها أوحن كحما فإنهم قوم قوم ويان خلقوا اسكتبه اسكتبه احضري عملا صالحا عمل ونكسا وآخر سيئا يكحن وتجاوز الله عنهم إلهي كطاف سبحانه وتعالى إلهي نكأفي باب طاعة السلطان من أحوين السلطان كإن لا طيعوا بابي ومن حمل علينا الصلاح ففكي هبنا سوقات على ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره ففكي نعم من أميره أمير كيس شيئا شيطن عفا ليصبرها إساق السبر فإنه محايالي من خرج قفكي كبح من السلطان أضيعتان كأمير كشبرا هل تاكو ما تساقب انت ميتة الجاهلية وبنتي قال الله تعالى نوعيره واتقوا كعبتظ فتنة فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قاصة لاتك سميس قاس إسمو أسيد وعن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن صامد بان قصر جلني وهو مريض أصغح مصن قلنا وحان نكون أصلحك الله الله بهجاجية حدث شاك بحديث حديث نوشي ينفعك الله به إلهي أكو أنفع أو سمعته قد كم قشي من النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري دعانا النبي نبغى ما وعي فبايعناه ولا مبايعونا فقال وحيري فيما أخذ علينا وحو كركنا وقبت وحاكمتها أم بايعنا إن أنكم مبايعون على سمع والطاعة نقل يضيع تار من أحد الله في منشطنا في الفرعون بينا ومكرهنا إمرك كراها أن كجهنبه وعسرنا فضيء عليس كيني ويسرنا فضيء كينبا إيا وآثارة حتى دورش علينا كركينا نلقى دورتو حق نقعان لين انت نلقى قاضو دكر الله سيحتين نطيعنا وإلا ننازع الأمر أمر كي مرحتني ماذا إنا ننكو لدو ذي الأهل وإهل كيسة إلا أن تروا إنا تأركتان ما هنبو باين نبيغا كفرا ظالمو بواحا عبت عندكم أكتين من الله أن حجس فيه كبرهان حجة أكتها ستان وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري لا يشير يصنف إشار لا يشير أحدكم متكين عن أخيه ولا الكيل سلاحه قرئي بسطولب إي مندي إي توري فإنه محايا لا يدري مؤغا لعل الشيطان وحبيعك ارتيامه ينزع في يده إنه قعنتي سكف جيوه
inuu gacantiisa ka intizaaciya dhici karto intuu jug ka siiyo fayaqac uu ku dhaco fii xufratin min annaar qofkii inay ku dhacdo uu dhinto asla uu naarta markaa galo baabu idaa anzala allah hadduu ilaahii ku soo dejiyo biqowmin qoom cadaaban cadaab buu baab u yahay yowman istarcaa qofkii loo dhiibo raciyatan koox ayuu baab u yahay madax looga dhiga macnaha iyo waqtibaati ahli lqubuuri ma jeersasho la majeersado oo la jeclaado dadka qabriga ku jiro la dhaho allow meeshaan maxaan ugu jiri weynay can ibni cumar radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi idaa anzala allaahu hadduu ilaahay ku soo dejiyo biqowmin qowm haddii ilaahay qoom uu ku soo dejiyo cadaaban cadaab asaaba alcadaabu cadaabku wuxuu ku dhacaa man kaana fiihi waxa ku dhex sugan oo dhan uma bucithuu calaa acmaalihim kadibna camaladooda lagu soo bixiyaa wacan abi hurayra radi allaahu canhu can annabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici mayso xataa yamura ilaa uu soo maro arajulu minku biqabri rajul nin kale qabrigiisa oo fayaquul uu yidhaahda ya laytanii shallaytadayday makaanahu booskiisa maxaanu ahaan waay can macqal ibni yasaar annahu samica annabiy yaquul maa min waalin madaxweyne ma jiro yelya loo dhiibo raciyatan koox oo min almuslimiin ka mid ah fayamuutu uu dhinto wahuwa ghaashun lahum asagoo qiyaanay ilaa hadduu jiro xarama allaahu ilaa wuxuu ka xaaraantinimay calayhi madaxweynaha korkiisa aljanna jannaduu ka xaaraantimay ka taba abuubakra qoray radi allaahu canhu ilaa ibnihi wiilkiisa wakaana wuxuuna madax ka ahaa bisajistaan meesha lagu magacaabo sajistaan waad garanaysaan oo qaadibuu meesha markaa ka ahaa sajistaan waa axad muriyooyinka cajamta markaa ka mid ah bian laa taqdi inuusan xukminin bayn ithnayn laba qofood beynkooda ha xukminin buu yidhi bian laa taqdi bayn ithnayn wa anta qadbaan adigoo caraysan fa innii anigu samictu nebigaan maqlay yaquul asagoo dhahaya laa yaqdiyanna yuusan xukminin xakamin qof xaakim ah bayn ithnayn laba qofood wahuwa qadbaan asagoo caraysan markaad caroota waa layska joojiyaa xukunka dib baa loo dhigaa baabu mataa yastawjibu rajulu alqadaa iyo walxukmu bilcadli goormay u waajibaysaa rajulka qadaha iyo xukunka cadaaladda ah qaala xasanu basri wuxuu yidhi akhada allaahu ilaa wuxuu ku qabtay cala alxukaami madaxda an laa yattabicuu inaysan raacin alhawaa hawo walaa yakhshaw annaasa dadkana aysan ka baqin walaa yashtaruu aysan ku iibsan biaayaatii aayaadkayga buu dhahay ilaahay thamanan qaliila thumma qaraxa kadib xasan wuxuu akhriyay yaa daawuudu innaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi daawuudo madax baan arlada kaaga dhignay iyo xaakim faxkum xukmi bayna annaasi dadka beynkooda bilxaqi si garsoori cadaalad ah ku xukmi walaa tattabic ilhawaa hawana ha raacin oo fayudillaka ay kaa dhumisa hawada ood ka dhumta can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ina alladiina kuwa yadiluuna dhumahaya can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa lahum cadaabun cadaab bay leeyihiin shadiidun daran bimaa nasuu hilmaankii ay hilmaameen dartood yowma alqiyaama yowma alxisaabi maalinta xisaabta waqara'a wuxuu akhriyey innaa anzalna atawraat kitaabkii tawraad baanu soo dejinay fiiha tawraad dhexdiisa hudan hamiin baa ku sugan iyo wa nuuru nuur yaxkumu bihaa waxaa wax ku xukmiyey annabiyuuna nebiyaashii alladiina aslamuu isdhiibay oo islaamay iyo liladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo warrabbaaniyuuna kuwii rabbaaniyiintii rabbinimada loo nisbeeyo dadka kheyrka ku barbaarinaayay iyo walaxbaari culimada bima istuxfidoo ilaalintii laga dalbay min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa sababtii wa kaanuu waxay ahaayeen calayhi korkiisa shuhadaa kuwa shuhada ka ah ee falaa takhshaw annaasa dadka ha ka cabsanine wakhshawni ani iga cabsada walaa tashtaruu ha iibsanine biaayaatii aayaadkayga thamanan qaliilan lacag yar ha ku iibsanina waman lam yaxkum qofkaan wax ku xukminin bima anzala allaahu wixii ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi humu lkaafiruuna waa gaale baabu athinaa cala asultaan madaxweynaha oo la amaano ama sultaanka ayuu baab u yahay baabu athanaa'i waa ammaan la amaano cala asultaan qaala muzaaxim bin wuxuu yidhi bin zafa qaala lanaa wuxuu noo yidhi camar ibni cabdilcasiis alumawiy khamsun shan idaa akhdaa alqaadi hadduu qaadigu gafo minhunna xaggooda khaslatan qayb ama khaslatan kaanad fiihi ka mid ah
وصمة معناها كانت فيه كانت أهاتي فيه بحديثة وصمة ووصمة وصمة معناها وعبل لجيلة فيه وصمة يكون قنيصة وشن وحيابات أما إذا أخطأ القاضي منهن خصلة أو كانت فيه وحي أهانيسا قريهيسا عب يكون قنيصة أن يكون إنو يهي فهما حليما عفيفا صلبا عالما سؤولا عن العلم قيب هدو قفو وحيكون نقوني ساعد قال أنس منهم وحويري وحكمت عروة بن الزبير لابن عمر رضي الله عنه قال أنس منهم عروة بن الزبير باكمت لابن عمر رضي الله عنهما إما أنا وحويري ندخل وحن أصغلنا على سلطاننا هجامياشين فنقول له محن أبهنا خلاف ما نتكلم وح خلافا وح محن كهرلين إذا خرجنا من عندهم مركن أكتو لك صوبهم قال وحر كنا نعدها وحن كنت تنجل لي أرنطا نفاقا منافقين مرد أحد مركن لو جل الله صعب ولا أمانه مركن لك صوبت قال أب الله سيئ أولك الله لقوه كوان وانا ببين لده نفاق لما نكترينيني عن جابر بن عبد الله يقول جاء جاءت وحاك من ملائكة الملائكة إلى النبي بأتم صلى الله عليه وسلم وهو نائم أسوه هرداي فقال بعض القركود وحيدهم إنه نائم كان وردويا وقال بعض القركود وحيدهم إن العين نائمة إن إشوي هردا والقلب يقضام قلب ينوكسه جيلا فقالوا وحيدهم وملائكتي إن لصاحبكم ساحيكيني إن لصاحبكم هذا مثلا مثل اي فضربوا له مثلا تصال وايه تصال اصميه مثل كبحيه فقال بعض قركود وحيدهن انه نائم وهردويا وقال بعض قركود وحيدهن ان العين نائمه اشهرديسي والقلب يقضان قلبه كسوجيره وقلبه واجيره فقالوا وحيدهن مثله مثل كيسه كمثل رجل وسيدي من اوكله برا استيدارا دار وجعل يلي فيها دارتي بحذيلة ما ويلي ميزكي دارتي بحذيلة ما دبتا ميزكي راشنكا ما الدبابي يوحي لعن لها كل كدياري وبعث دري داعيا من داعئة قادتك أصوعة وإلى صباح قرية انطلت على صاعنا فمن أجاب الداعي قفكي داعيا سوء أجيبة دقل الدار دارتي بسوء جليا وأكلوا حوك عريا من المأدبة ميسكي راشنكاها ومن لم يجب قفكا أجيب الداعي داعيانا لم يدخل مسو قلها الدار دارتا ولم يأكل من عنها من مأدبة ميسكا أحكا عنمايا فقالوا حيبه أولوها له أفصرها صلى الله عليه وسلم يفقهها هفهمين فقال بعضهم قاركدوا حيبهين إنه نائم نبي هردويا وقال بعض قركض حيدهم إن العين نائمة إشا هرديسة والقلب يقضان قلب يكسو جيلا فقالوا حيدهم فالدار دار تلت الماما يا لبسي عنتظر له دياري الجنة وجنة والداعي داعي لبك صوع ليرنا ومحمد صلى الله عليه وسلم ونبي محمد نحرسي نبي القليو كركي ساهاته فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم قفكي نبي محمد أطيع فقد أطاع الله الله أطيع جند القليا ومن عصى محمد قفكي عاصينا فقد عصى الله الله عاصي ومحمد فرع وفرق بين الناس ذك بين قول محمد مؤمن كافر كصالح يطالح أهكن صمد الرأي كان كعرري كاسو مركا فرقي قيهي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحي جاءت امرأة ناكبة تمت إلى رسول الله فقال وحي تريا رسول الله ذهب الرجال رقي وحي لتقل بحديثك حديثك فاجعل لنا أنك نويل من نفسك نصد هذا يوم مال نأتيك فيه أنكون ماضو تعلمنا أبنى برتو مما علمك الله وحي إلهي كبري فقال صلى الله عليه وسلم رسول وحي اجتمعنا قرر أستقى في يوم كذا وكذا مال هبل إيمال هبل في مكان كذا وكذا ميل هبل آيان إستغطقا فاجتمعنا ويقول مين فأتاهن ويمد وأتق رسولك ألي فعلمهن وحو بري فعلمهن
وحو بري مما علمه الله وحي إلهي بري. ثم كذب قال وحو دهي ما منكن إذن كمدمأها امرأة ماك تقدم أي أهر مرتو بين يدي هرتي ذا من ولدها المهيدة ثلاثة سدح إلا هدي جفت كان لها حجابا من النار حجاب بين أرطى مركا أغنى قنا ينفقلت امرأة ماك باتر أو منهن الدمر كي كمد أهيا رسول الله واثنين لبنا قال وحو دهي نبيك فعادتها مرتين أما قال سحابي حجري فعادتها ويكعلسي مرتين لبجير ثم قال وحجري واثنين 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 والمت باب لتتبعن وحد راعيسان سنن ما كان قبلكم بدكي أذنك إذن كهر يجلدك وضئي وإثن من دعا إلى الضلالة قفك بدك بابك وعاء دمبيس عن أبي سعيد القدر عن النبي قال لتتبعن وضراء راعيسان سنن ما كان قبلكم بدكي إذن كإذن كهر يجلدك وضئي شبرا بشبر تاك تاك وذراعا بذراع ددن ددن حتى لو دخلوا هدي إذن كقالان جحر ضب من سلولي قد كيذنا واتكدر قليسان معناه طبعتموهم واتراعيسان قلنا وحان بهم يا رسول اليهود والنصار ذاتك أدشيلي سهود النصار نيا قال فمن يأكله أيجي وما أنت لقد بيضايا وحي سميا بالا سميا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي ليس من نفس مثل مجرت تقتل لقد لظلما ظلمي إلا هدي جفت كان وحقوق هانيا أما أوكليه على ابن آدم الأول ابن آدم كي أغهريي كفل منها قيب أوكليه واكيكا ابن آدم كاهر وقابي ويولالك هابيل أهيود لي سادرت قيب أوكليه وربما وحبرا قال سفيان إنو يري من دمها إنجيله ديجا لقالي مفكستو حد لدلي وحل لدلي دونه كل قيب كليه لأنه محايله أول من صم وقفكي أجهري إجلي القتل دلك أول مركي أجهري سيبا قال تعالى إلى إن وحو يري ومن أوزار الذين كوي دنبيالك وذن ويقاغيا يظلونهم أي أميين بغير علم علم الآن باب كراهية الاختلاف والله هو الرزاق اختلاف كي هس استغر إمارك إنو حيه إستلافك يا إلهي إنو الرزاق يهي مكة وحرزقه عن جندب بن عبد الله قال رسول الله وحر اقرأ القرآن قرآن كأخرية ما اتلفت قلوبكم انتو قلوبتين جل عناي إن الله لا انت قلوبتين أو جمع عناي معناها قوتكو كل ميسان وقصو إيمانيسان إن الله لعندي ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم هداد اسكو خلافتان فقوموا عنك استهاجة هداد اسكو خلافتان كجيب سدع عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد نجل أصبر في الصبر بضا على أذى سمعه ومقلي من الله أن لحقي نبي صلى الله عليه وسلم يري ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله إلى حجس سبحانه وتعالى معناها وحو أولجيدا مجر أحد كالصبر بضن معناها إله سبحانه وتعالى وألا نزنزها مركز درتت أذى سمعه من الله إلهي حجس قف قص صبر بعض المجيء أو قف قبل جرسينا يا هذانا قف كقبل جرسي أرزقايا وح كستصنينا يا صلاة محيتها يدعون له وحي كشي جنها يا إله كشي جا يا الولد ولد مولاي ثم يعافيه هذانا وعافنا يا ثم أنت كبعد يرزقهم أرزقايا قال الله تعالى إلهي والحجر إن الله إلهي هو الرزاق وأن الرزاق وحرزق ذو القوة أو صاحب المتين إمرك أذك باب السؤال بأسمائه تعالى عند الموت إيو يحذركم الله نفسه أيام قلدنا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.